السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 35 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. عندنا اليوم إكريتور كوبي، الكتابة النقل. جيكري أكتب لي سيلاب، المقاطع الصوتية. اون لاتر كيرسيف، يعني بالحروف ديال الدفتر، الحروف اللي ملاقية. في الاول نكتبوا دي سيلاب، موراها نكتبوا دي مو كلمات، موراها نكتبوا دي فراز جمل. اذا نبداو دي سيلاب. عندنا كو، كو سي، وموراها او، وكنديروا ديك الفتله بحال اللي هنايا، ثم سي، موراها او، سي موراها او ايضا هنايا، وعنديروا في كل شيء حد نقاط نعاودو فيهم هاد نفس العملية. سي او، ثم عندنا جي، جي يعني جي، كدير لها هكا دائرة وتهبط جوج ديال السطورة وتولي الدور وتجي هنا ودير اي جي، نفس الشيء كيتعاود، دائرة هبط جوج سطورة دور ودير اي جي، ايضا نفس الشيء، هذه هي جي، جي مورها هذا. ثم عندنا زو، زو شوفوا كيفاش تكتب، شوفوا كيفاش كنبدا، كنبدا هكا كنفتلها واحد الفتله، كنجي لهنا ندير هكا نهبط هكا ونولي نديرها نهبط جوج ونجي لهنا ها زاد تكتبت، ثم كنلاقي معها او وكندير الفتله من هنا نفس الشيء زو شتو زو زو كملنا زو. دابا عندنا كسي، كسي يعني اكس موراها اي، كسي كسي كما شفتو اكس موراها اي، اكس ثم اي كسي. هذه هي اكسي. ثم ندوزو دابا لي مو، الكلمات، نحاول نكتبو دي مو، بعض الكلمات، واضح؟ شنو الكلمة الأولى اللي عندنا؟ عندنا سيترون، سيترون الحامض، سي، ثم كنطلعو نديرو تي، إيغ هكا ونفتلوها، ثم ان سيترون، سيترون، سي تي ار او ان سيترون. ثم عندنا غاراج، غاراج المرآب، غاراج ديال الطوموبيلات ديال الميكانيسيان، جي نلصقو فيها ا، ثم ار نلصقو فيها ا، ثم جي وموراها او، غاراج، غا غا ج غا غا ج. نمر الآن الكلمتين المواليتين، عندنا كاراميل، كاراميل كلكم كتعرفوا، كاراميل، كاراميل،
مال سي أ أر ثم أ أم أ أل كراميل ك مال كراميل. نمر الآن لبازار. بازار بازار با ز ب با ز ا ثم أخيرا بازار. شوف كيفاش كندير بي نقي معها ا زاد هكا ثم تلقى مع ا ثم اخ بازار. نمر الان التمرين الموالي هو التمرين ا ديال كتابه الجمل. جيكري لي فراز اون لتر كورسيف. اكتب جملا بالحروف ديال الدفتر بطبيعه الحال الحروف الملاقيه. عندنا هنا لو سينج جو افيك لا جيراف. القرد يلعب مع الزرافه. نقولوا لو سينج جو افيك La girafe. Voilà. Tout le monde, je veux que je me la tienne. Le taxi va au zoo. Taxi, il est debout. Ou la sayarat au zoo, il est debout. Il a hadikat le hayawan. Taxi qui est monsieur hadikat le hayawan. Il est d'un goulou. Le. تاكسي فا او زو. زو نكتبو بشوية علينا باش الخط ديالنا مزيان. الاساس هنايا هو ان الخط تكون كاتب بخط مزيان. إذن لو سينج جو افيك لا جيراف. القرد كيلعب مع الزرافة. لو تاكسي فا او زو. والتاكسي مشى لحديقة الحيوان. هكا كملنا الصفحة 35. إلى اللقاء.